طلابنا طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. ودرس جديد من دروس مادتنا اللغة الفرنسية الترم الأول. لو حد عنده مشاكل في الصوت مثلا أو أي مشكلة يكتب لنا على الشات. هنتكلم النهاردة عن الانتروغاسيون، الاستفهام. هنتكلم على بعض أدوات الاستفهام النهاردة. أول أداة عندي اسمها كيسكي. أول أداة عندي اللي هي الأداة كيسكي. كيسكي يعني ما الذي. كيسكي يعني ما الذي. دي بتسأل عن فاعل. فاعل موجود في الجملة. نشوف مثال لما أجي أقول لو كوفير. كوفير إيه سور لا تابل. كوفير اللي هو طقم أدوات المائدة، اللي هو الشوكة، السكينة، الطبق، المعلقة كده يعني. المثال هنا بيقول لي لو كوفير اي سور لا طابل، يعني الكوفير موجود على الترابيزة. أو مثال كمان بيقول لي ليزاسيت. ليزاسيت اللي هي الأطباق. الأطباق تمام، الأطباق موجودة سون سور لا طابل، الأطباق موجودة على الترابيزة. الجملتين دول السؤال بتاعهم هيبقى كاسكي. كاسكي اي سور لا تابل. زي ما احنا شايفين هنا كاسكي بيجي بعدها فيرب، بيجي بعديها فيرب في السؤال. لما باجي اعمل سؤال بكاسكي بيجي بعدها فيرب، والفيرب ده في الغالب بيتصرف مع ايل، مع الضمير ايل. فانا موجود عندي هنا في المثال بيقول لي لو كوفير اي سور لا تابل، يعني الكوفير موجود على الترابيزه. او ليز اسيت، الاطباق موجوده سون سور لا تابل، موجود على الترابيزه. فأنا هسأل على إيه اللي موجود على الترابيزة. يبقى كيسكي يعني ما الذي. إيه يكون ده فيرب إتر متصرف مع إيل أهو. كيسكي إيه سور لا تابل، يعني إيه اللي موجود على الترابيزة. طيب مثال تاني، لما يجي يقول لي إيل مو مانك أن كوتو. إيل مو مانك أن كوتو يعني ينقصني أن كوتو، اللي هي السكينة تمام. ينقصني سكينة. مونك يعني ينقص، ومو دي عايدة عليا أنا تمام. إيه المو مونك يعني ينقصني سكينة. يبقى السؤال بتاعي هيبقى أو مثال كمان لما أجي أقول إيه المو مونك مثلا دو سيل. إيه المو مونك دو سيل، ناقصني دو سيل اللي هو الملح تمام. فالسؤال هيبقى الجرسون هيسألني هيقول لي إيه اللي ناقصك تمام. هيسألني إيه اللي ناقصك علشان أرد عليه مثلا أقول له il me manque du sel، ناقصني ملح، او il me manque un couteau، ناقصني سكينه. يبقى لما يسالني يقول لي ايه اللي ناقصك هيبقى السؤال بالشكل ده كاسكي ما الذي تو مونك. مو مونك ناقصني انا، يبقى تو مونك ايه اللي ناقصك انت. تو مونك كاسكي تو مونك سور لا طابل، على الترابيزه. يبقى كاسكي تو مونك سور لا طابل، ايه اللي ناقصك على الترابيزه. هقول له مثلا il me manque du sel، ناقصني ملح. المومونك ان كوتو، ناقصني سكينة. المومونك اي فورشيت، ناقصني شوكة. اي حاجة ناقصاني بقى على الترابيزة تمام. طيب ده بالنسبة لكاسكي. يبقى كاسكي بتسأل عن حاجة ناقصة، او بتسأل عن فاعل غير عاقل تمام في الجزئية دي. وبيجي بعدها الفيرب كأنه متصرف مع الضمير يل زي ما احنا شايفين في السؤال. طيب عندنا بعد كده أداة الاستفهام ك. أداة الاستفهام ك أو كيسك. أو كيسك كنا شرحناها قبل كده في الدرس بتاع أدوات الاستفهام تمام. ك أو كيسك بيجي بعديها سوجي. بالنسبة لكيسك بيجي بعدها سوجي وفيرب، اللي هو ترتيب الجملة العادي. الجملة عندي بتتكون من فاعل وفعل ومفعول، سوجي فيرب وكومبليمون تمام. يبقى لما استخدم كيسك اجيب بعدها الفاعل اللي هو السوجي وبعد كده الفيرب. طيب لو هستخدم ك، وطبعا ك دي بتبقى بالمنظر ده اهو، ك ابوستروف بالمنظر ده اهو
لو جاي بعديها فويل، لو جاي بعديها فيرب فويل. بستخدم كو لو من غير اسك هيجي بعدها الفيرب الاول وبعد كده السوجي. يبقى انا كاسكو لو هستخدمها هيجي بعديها السوجي وبعد كده الفيرب. طب لو استخدمت كو بس او كو ابستروف هيجي بعدها الفيرب الاول قبل السوجي. طيب مثال هنا بيقول لي كومونتري. كومونتري كصنف بداية هبتدي بيه قبل ما ينزل لي الطبق الرئيسي. جي فودغي دي طومات، أنا عايز طومات، عايز طماطم. أنا هنا عايز أسأل على الطماطم، تمام، عايز أسأل على الطماطم أو جي فودغي دي طومات، أنا أريد طماطم، تمام. يبقى السؤال بتاعي هيبقى إيه؟ كاسكو فو بروني كوم اونتري، تمام. باردون يا شباب على التعديل ده. تمام، كنا بنقول Qu'est-ce que vous prenez comme entrée? Qu'est-ce que vous prenez comme entrée? يعني حضرتك هتاخد ايه كأنتري؟ يبقى اقول comme entrée je voudrais des tomates او je voudrais des tomates. احنا بادئين بقالنا حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده. طيب هقول qu'est-ce que vous prenez comme entrée او que prenez pro في هنا حرف اير ومفيش اس، تمام. في هنا حرف اير ومفيش اس. كو بروني فو، هي بروني زي ده يا شباب، بس ايه كان في خطأ في الكتابه يعني. كيسكو فو بروني كوم انتري، يعني حضرتك هتاخد ايه كانتري كصنف بدايه، او لو هستخدم كو يبقى اجيب الفيرب الاول قبل السوجي. يبقى كو بروني فو اهي، كو بروني فو حضرتك هتاخد ايه كومونتري كصنف بدايه. يبقى اجابتي، طبعا الحوار ده في المطعم، السؤال ده في المطعم، اجابتي هتبقى كومونتري جو فودري دي طومات، عايز طماطم، او جو فودري دي طومات، اريد طماطم. طيب عندنا بعد كده اداه استفهام اسمها كومبيان دو، كومبيان دو او دي ابوستروف، وبيجي بعدها بلوريال جمع، تمام. يبقى كومبيان يعني كام، سأل عن عدد. كومبيان يعني كم، سأل عن عدد، بيجي بعديها دو او دو ابستروف، ملهمش تالت، وبيجي بعديها اسم جمع. طيب ودي برضو شرحناها في الدرس بتاع ادوات الاستفهام. طب المثال بيقول جو برون تروا روبا بار جور. جو برون تروا روبا بار جور، يعني انا بتناول ثلاث وجبات في اليوم. جو برون تروا روبا بار جور، يعني انا بتناول ثلاث وجبات في اليوم. يبقى السؤال بتاعي انا هسأل عن العدد، كم وجبة انت مثلا بتتناول في اليوم. يبقى كومبيان دو غوبا، زي ما احنا شايفين غوبا جمع زي ما قلنا في الشرح. كومبيان دو غوبا برون تو بار جور، انت بتتناول في اليوم. يبقى الإجابة بتاعتي جو برون تروا غوبا بار جور، انا بتناول ثلاث وجبات في اليوم. طيب مثال تاني، لما اجي اقول جو مانج تروا فوا بار جور، انا باكل ثلاث مرات في اليوم. فوا يعني تايمز، تمام، مرات. جو مانج تروا فوا بار جور، انا باكل ثلاث مرات في اليوم. طبعا هسال على العدد اللي هو الثلاث مرات، تمام. يبقى السؤال بتاعي هيبقى كومبيان دو فوا، كم مره مانج تو، انت بتاكل بار جور، كم مره انت بتاكل في اليوم. اجابتي جو مانج تروا فوا بار جور، انا باكل ثلاث مرات في اليوم. يبقى كومبيان دو بتسأل عن العدد وبيجي بعديها اسم جمع. طيب هنتكلم على السيتواسيون الخاصه، المواقف الخاصه بالوحده الثانيه بتاعتنا للمنهج بتاعنا للترم الاول. دي مواقف مجابه يا شباب، مش اسئله، لسه وقت الاسئله مش دلوقتي.
بيقول لي هنا لو جارسون تو دوموند، الجارسون تو دوموند يعني بيسألك أنت، تو دوموند يعني بيسألك أنت. كاسكي ما الذي شرحناه من شوية، كاسكي تو مونك إيه اللي ناقصك، تو دي أنت اللي هتقول. أنا ممكن أقول جي فودغي أون فورشيت، أنا عايز شوكة، أو إيل مو مونك ناقصني دو سيل، سيل اللي هو الملح، ملح سيل اللي هو الملح، تمام؟ ده على سبيل المثال. طيب عندي مثلا تو دوموند لو ديجوني، انت بتطلب لو ديجوني اللي هو الغدا. احنا كده بنفنش يونت 2، يونت 2 احنا كده بنفنش تو دوموند لو ديجوني او ريستورون، انت بتطلب الديجوني اللي هو الغدا او ريستورون في المطعم. تو دي او غارسون، هتقول ايه للغارسون؟ انا ممكن اقول لو مينيو سيل فو بلي، على سبيل المثال هات لي المنيو علشان اطلب بقى اللي انا عايز اتغدى، او جو فودغي هقول له على طول اللي انا ممكن اتناوله في الغدا، جو فودغي دو بواسون افيك دو ري، جو فودغي دو بواسون افيك دو ري، انا عايز سمك ورز، ري اللي هو الرز. طيب عندنا بعد كده تو دوموند اتون امي، انت بتسال صاحبك سون روبا بريفيري، عن وجبته، روبا يعني وجبه، بريفيري المفضلة، تدي هتقول له ايه؟ بسأله على وجبته المفضلة، هقول له ايه؟ انا ممكن اقول كيلي تون بلا بريفيري، ايه هو طبقك، بلا اللي هو طبق، ايه هو طبقك المفضل، او ممكن اقول له كيلي تون غوبا بريفيري، ايه هي وجبتك المفضلة. طيب عندنا بعد كده يجي يقول لي مثلا تو دوموند اتون امي، انت بتسأل صاحبك لو نومبر، نومبر اللي هو عدد، دو روبا كوتيديان، عدد وجباته اليومية، تدي هتقول له ايه؟ طبعا هقول له كومبيان دو، بسأل على العدد طبعا بكومبيان دو، لسه شرحينها من شوية، كومبيان دو روبا بران تو بار جور، كم وجبة انت بتاخد في اليوم، او تو بران كومبيان دو روبا بار جور، تتناول انت بتتناول كم وجبة في اليوم. طيب عندنا بعد كده بيقول لي اوغستخون في المطعم، افون دو، افون دو خلي بالي منها دي، افون يعني قبل، قبل، افون دو بروندر تون روبا، قبل ما تتناول الوجبه بتاعتك، لو غارسون تو دي، الجارسون هيقول لك، خلي بالي من الموقف زي ده يا شباب، تمام؟ انا دلوقتي الجارسون قدم لي الاكل، وقبل ما انا اتناول الوجبه طبعا الجارسون هيقول لي ايه؟ وهو خلاص قدم الاكل على الترابيزه، هيقول لي طبعا بون ابتي، بون ابتي يعني بالهنا والشفا. طيب طب au restaurant après de prendre ton repas tu dis au garçon، يعني الكلام ده في المطعم بعد ما تناولت الوجبة بتاعتي هقول ايه للجارسون؟ طبعا هقول له l'addition s'il vous plaît، addition اللي هو الحساب، او garçon l'addition s'il vous plaît، s'il vous plaît دي يعني من فضلك، اللي هي دي، تمام؟ الاثنين واحد معناهم من فضلك. طبعا بعد ما تناولت الوجبة هقول للجرسون ايه؟ لاديسيون، الحساب من فضلك، تمام؟ طيب او ريستوران تو دوموند او غارسون لاديسيون، طيب انا في المطعم هطلب من الجرسون الاديسيون اللي هو الحساب، طبعا هقول له ايه؟ لاديسيون سيل فو بلي، الحساب من فضلك. طيب تو يا فان، خلي بالي من فان دي، يعني ايه فان؟ فان يعني جعان، جائع يعني، ف يعني جعان، يشعر بالجوع. هقول ايه لو انا بشعر بالجوع؟ انا ممكن اقول je veux manger، je veux manger، انا عايز اكل، اريد ان اكل، او je vais au restaurant، je vais au restaurant يعني انا رايح المطعم طالما اشعر بالجوع. طيب يجي يقول لي tu demandes à ton ami، بتطلب من صاحبك sa boisson préférée، او بساله عن sa boisson préférée، مشروبه المفضل، tu dis، هتقول ايه عن المشروب المفضل؟ هقول quelle est ta boisson préférée، quelle est ta boisson préférée، ايه هو مشروبك المفضل. طيب الفرق ما بين سو وست وست، طيب هو الـ الدرس ده احنا كنا كانت شرح في سنة أولى، بس هو مش موضوعنا دلوقتي، بس هو بالنسبة للسو اللي هي آخرها إيه، دي بتيجي مع مفرد مذكر بس بادئ بكونسون، بادئ بحرف ساكن،
وست اللي بتي واحدة بتيجي مع مفرد مذكر بس بادئ بفويال، يعني اللي آخره فويال يجي بعديه العكس ساكن، واللي آخره ساكن يجي بعديه العكس متحرك، والاتنين معناهم هذا، الاتنين معناهم هذا، تمام؟ إشارة، تمام؟ بس الفرق إن اللي آخرها إيه متحرك يجي بعدها العكس مفرد بادئ بساكن، واللي آخرها ساكن يجي بعدها العكس مفرد بادئ متحرك، والاتنين مفرد مذكر. طيب سات اللي هي دوبلي تي إيه دي بتيجي مع مفرد مؤنث، سواء بقى بادئ بساكن أو بادئ متحرك مش هتفرق، المهم إنه مفرد مؤنث. طيب نرجع لموضوعنا. Tu veux réserver une table au restaurant دي. أنا عايز أحجز ترابيزة في المطعم، هقول إيه؟ هقول une table pour trois personnes s'il vous plaît مثلا، أنا عايز ترابيزة لثلاث أشخاص من فضلك، أو deux personnes أيا كان العدد لشخصين. طيب au restaurant tu demandes au garçon l'entrée، في المطعم أنا بس بطلب من الجرسون l'entrée. entrée قلنا قبل كده الانتري اللي هو صنف البداية، اللي أنا الأكل اللي أنا بتسلى فيه على بقى منزل لي المين ديش الطبق الرئيسي. هقول ايه للجرسون عشان اطلب الانتري؟ هقول له مثلا ايه، je veux de la salade، انا عايز سلطه، je veux de la salade، عايز سلطه. طيب دلوقتي ميعاد الاسئله يا شباب، نجهز نفسنا يلا، هناخد بعض الاسئله عن موضوع السيتواسيون اللي احنا شرحناه، بعض اسئله المواقف. طبعا شوزي لا بون ريبونس، اختار الاجابه الصحيحه. بيقول لي هنا Ton ami te demande combien de repas tu prends par jour. Tu dis. Ton ami te demande combien de repas tu prends par jour. Tu dis. طيب نشرح معنى الموقف. بيقول لي صديقك بيسألك كم وجبة أنت بتتناول في اليوم؟ أنت هتقول له إيه؟ طبعا الإجابة أول واحدة، تمام، برافو يا شباب، جو برون تغوا غوبا باغ جور، أنا بتناول ثلاث وجبات في اليوم، باغ جور مثلا، أو جو برون تغوا غوبا، أنا بتناول ثلاث وجبات. طيب الموقف اللي بعده بيقول لي لو جارسون تو دوموند فو ديجوني أو منو أو أ لا كارت، الجارسون بيسألك هتتغدى حسب المنيو ولا الكارت، أنت هتقول له إيه؟ طبعا الإجابة سي، برافو يا شباب، أنا على كارت، هاكل هتغدى حسب الكارت. طيب عندي الموقف اللي بعده بيقول لي tu veux réserver une table dans un restaurant. tu dis. انت عايز تحجز ترابيزة في المطعم، هتقول ايه؟ هقول je voudrais une table pour deux personnes ولا pour deux personnes pour deux ou trois personnes ولا pour combien de nuits؟ هختار ايه؟ طبعا الاجابه بتاعتي هتبقى اول اجابه je voudrais، لو سمحت انا عايز une table pour deux personnes، ترابيزه لشخصين. طيب الموقف اللي بعده بيقول لي tu as faim tu dis، tu as faim tu dis، انت تشعر بالجوع، انت تشعر بالجوع، هتقول ايه؟ Je veux manger, ou là, je veux boire, ou là, tu veux faire des achats. Bravo, طبعا الإجابة أول واحدة هتبقى je veux manger، أنا عايز أكل. طيب أنا عايز ألفت نظركم لحاجة، je veux boire دي يعني إيه؟ je veux boire يعني je veux boire، إحنا قلنا je veux manger يعني عايز أكل، إنما je veux boire يعني عايز أشرب، تمام، برافو يا شباب. طب بستخدمها امتى؟ لما يجي يقول لي تويا بدل فان، دي كلمة تانية حد عارفها؟ يعني هو هيبقى نفس الموقف وإجابته هتبقى دي، بس بدل فان هنحط ايه؟ لا هي مش درينك، هي بتبقى بواغ، بواغ بي او اي اللي هو يشرب، تمام؟ طيب انما بواغ يعني يشرب، بي او اي ار اي، هو بس الماوس مش مساعدني في الكتابه. طيب كنا بنقول بدل فان هكتب كلمه سواف كده، اس او اي اف، تمام، تو يا سواف، سواف يعني يشعر بالعطش، تمام،
لو جه قال لي تو يا سواف تو دي انت تشعر بالعطش، هتقول ايه؟ في الحاله دي هختار جي هو بواغ. واضح يا شباب اللي انا قلته ده؟ تمام. فخلي بالي من الحاجتين دول، تو يا فا يعني انت جعان، وتو يا سواف يعني انت عطشان. طيب اللي بالنسبه لاجابه رقم 3، السؤال رقم 3 اللي هو اللي فات ده، اه تمام. تفيو ريزرفي، طب انا عايز احجز ترابيزه، هقول للجرسون اول واحده، كنا قلنا اول واحده يا شباب. تمام. جو فودري اون تابل بوغ دو بيرسون، عايز ترابيزه لشخصين. طيب نكمل. او ريستورون ا لا فان دو ريبا، ا لا فان دو ريبا، في نهايه الوجبه، هتقول للجرسون ايه؟ فان يعني نهايه يا شباب، احفظ الكلمه دي كويس قوي، جايه من فينيش، في نهايه الوجبه، هقول للجرسون ايه؟ طبعا انا في نهايه الوجبه طبعا مش هقول له هات لي المنيو، تمام، هقول له ايه؟ طبعا الاجابه سي، برافو يا شباب، لا ديسيون سيل فو بلي، الحساب من فضلك، انا خلصت اكل، هقول للجرسون لا ديسيون سيل فو بلي، الحساب من فضلك. طيب عندنا بعد كده اه بيقول تو دوموند لو منيو، لو جارسون تو دي، انا بطلب المنيو، الجرسون هيقول لي ايه؟ حلو السؤال ده، طبعا لما اطلب الجرسون من المنيو من الجرسون هيقول لي لو فوالا، لو فوالا يعني ها هي، اتفضل اهي لو فوالا. طيب عندي بعد كده تون امي تانفيت ابروندر لو ديجوني افيك لوي، يعني ايه تون امي تانفيت ابروندر لو ديجوني افيك لوي؟ صديقي بيدعوني لتناول الغداء، افيك لوي يعني معاه، لوي يعني هو، بتساوي هام في الانجليش. بدعو صديقي بيدعوني، باردون، صديقي يدعوني لتناول الغداء معاه، هقول له ايه؟ الاختيار لدينا ايه؟ خلي بالي يا شباب، انا دلوقتي صديقي هو اللي بيدعوني لتناول الغداء معاه، انا اللي هرد عليه. طبعا الاجابه هي سي اللي هي باردون جو ني سوي با ليبر، انا اسف، معذره، انا مش فاضي. تمام. طيب الموقف اللي بعده بيقول لي تو دوموند ا تا مير او ال فا بور اشتي دي ليجوم ال دي، انا سالت ماما هي هتروح فين عشان تشتري ليجوم، ليجوم اللي هي الخضروات، ال دي هي هترد عليا اجاباتي. ها طبعا بشتري الليجيوم الخضروات من المارشي اللي هو الماركت. تمام، برافو يا شباب. طيب دون ان ريستورون، في المطعم، تو دوموند او غارسون لونتري، احنا قلنا دي تالت مره جيلنا اونتري دي النهارده في درس النهارده، وقلنا معناها كتير، انا بطلب من الغارسون الاونتري بتاعي، هقول له ايه؟ تمام، برافو يا شباب، انا الانتري، نفكر برضو الناس اللي داخله متاخر، انتري اللي هو صنف البدايه اللي انا بتناوله قبل ما ينزل لي الطبق الرئيسي، كان عندي من الانتري عندي دولا سوب اللي هي الشوربه، برافو يا شباب. طيب عندي بعد كده بيقول لي لو غارسون تو دوموند، الجرسون بيسالك كو ديزيري فو، حضرتك عايز ايه؟ ديزيري دي يعني يرغب، زي ديزاير في الانجليش، كو ديزيري فو، حضرتك ترغب في ايه؟ انا هقول له طبعا انا هرغب في ايه، هقول له جي فودري دو بولي اي دو ري، انا عايز بولي اللي هي الفراخ، اي دو ري و روز. تمام كده احنا خلصنا يا شباب درس النهارده، شكرا ليكم لكل الناس اللي حضرت معانا، وسواء حضروا بالمشاهده او بالمشاركة معنا في الأسئلة، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد الأسبوع الجاي بإذن الله. مرسي و à la prochaine fois.